بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بدرس جديد بعنوان الانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم. الانقسام المتساوي هو الانقسام الميتوزي أو ما يعرف بالانقسام الغير المباشر، هو إحدى مراحل دورة الخلية. دورة الخلية التي ابتدأت بالطور البيني، تليها عملية الانقسام المتساوي، وتنتهي بانقسام السيتوبلازم. ويهدف الانقسام المتساوي إلى الحصول إلى خليتين جديدتين، وهي تعبر عن النمو في أجساد المخلوقات الحية، وكذلك تعوض ما يتلف منها. فإذا الانقسام المتساوي يساعد في نمو المخلوقات الحية حقيقية النواة، ويعوض الخلايا التالفة منها. ذكرنا سابقا في الطور البيني أن الطور البيني يمر عبر ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي G1، وفيه تنمو الخلية وتتضاعف عضياتها. ثم بعد ذلك المرحلة التالية هي مرحلة الS، وفيه تتضاعف المادة الوراثية DNA، وتنتهي بالمرحلة الثالثة مرحلة G2، وفيه تصل الخلية إلى أقصى نمو لها وتتهيأ لانقسام السيتوبلازم. ففي بداية الانقسام المتساوي تنفصل المادة الوراثية المتضاعفة الناتجة من الطور البيني، وتصبح الخلية جاهزة للانقسام إلى خليتين جديدتين. وخلال عملية الانقسام يسمح بانتقال المعلومات الوراثية من الخلية الأصلية أو الخلية الأم إلى الخليتين الجديدتين. مراحل الانقسام المتساوي: تبتدأ مرحلة أو مراحل الانقسام المتساوي بمرحلة الطور التمهيدي، يليها مرحلة الطور الاستوائي، ثم الطور الانفصالي، وتنتهي بالطور النهائي. ومثل ما ذكرنا أن الهدف من عملية الانقسام المتساوي هو الحصول على خليتين جديدتين مساويتين أو متطابقتين للخلية الأم، متطابقة وراثيا ومتطابقة في عدد الكروموسومات. مراحل الانقسام المتساوي: تبدأ مراحل الانقسام المتساوي بمرحلة الطور التمهيدي، وفي هذا الطور نلاحظ أن الغلاف النووي بدأ بالتلاشي وبالاختفاء والتحلل، ثم بعد ذلك تليها اختفاء للنواية، ونلاحظ أن الكروموسومات بدأت بالتكثف وظهور خيوط المغزل بين أقطاب الخلية. وخيوط المغزل تخرج من الجسم المركزي أو المركز، الذي سبق أن عرفنا دوره أن له أهمية كبيرة في عملية الانقسام الخلوي، خاصة في الخلية الحيوانية. المرحلة الثانية من مراحل الانقسام المتساوي تعرف بالطور الاستوائي، ونلاحظ من الصورة أن الكروموسومات اصطفت في منتصف أو في خط استواء الخلية تماما، وكل كروموسوم ارتبط بخيوط المغزل بين قطبي الخلية في نقطة اتصال تسمى السنترومير، فترتبط الكروموسومات مع خيوط المغزل بالسنترومير، وهنا ما يسمى بالطور الاستوائي. يلي الطور الاستوائي الطور الانفصالي، ونلاحظ هنا أن خيوط المغزل بدأت بالانكماش، بدأت بالقصر والاتجاه إلى ناحية قطبي الخلية، فكل خيط من خيوط المغزل بدأ بالسحب وبدأ بفصل الكروماتيدات الشقيقة المكونة للكروموسوم الواحد، فكل خيط مغزل بدأ بسحب كروماتيد ناحية قطبي الخلية المتعاكسين. ففي نهاية هذا الطور تتكون في كل قطب من قطبي الخلية عدد ثابت من الكروموسومات المتطابقة في كل قطب، فيكون عندنا 46 كروموسوم في القطب اليمين و 46 كروموسوم في القطب اليسار، لأن الكروماتيدات
تتحول في النهاية إلى كروموسوم مستقل، إلى كروموسوم مستقل. ثم بعد ذلك يأتي الطور النهائي، وفيه تصل الكروموسومات إلى قطبي الخلية، ويبدأ الغلاف أو الغشاء النووي بالظهور مرة أخرى، وتظهر النوية وتقل كثافة الكروموسومات. إلى هنا تنتهي مراحل الانقسام المتساوي، وتبتدأ المرحلة الثانية وهي انقسام السيتوبلازم. وفي انقسام السيتوبلازم نجد أن الخلية الحيوانية تختلف عن الخلية النباتية في طريقة الانقسام، حيث في الخلية الحيوانية يتخصر السيتوبلازم. نلاحظ أن السيتوبلازم بدأ بالتخصر على جانبي الخلية، ثم يقسم هذا التخصر شيئا فشيئا، يتخصر شيئا فشيئا، ثم تنقسم الخلية إلى خليتين جديدتين، كل خلية تحتوي على نواة متطابقة بعدد الكروموسومات. الخلية الأولى والخلية الثانية تتطابق بعدد الكروموسومات 46 كروموسوم، وتتطابق وراثيا مع الخلية الأم. أما بالنسبة للخلية النباتية نجد لا يحصل تخصر للسيتوبلازم، وإنما تتكون صفيحة وسطى بين الخليتين الجديدتين، وتبدأ بالتكون، ثم تظهر الجدر الخلوية، يتكون الجدار الخلوي الذي يفصل بين الخليتين، وتنتج في النهاية خليتين جديدتين متطابقتان وراثيا ومتطابقتان في عدد الكروموسومات للخلية الأصلية 46 كروموسوم في كل خلية. في نهاية درسنا الملخص نعرف أن الانقسام المتساوي ابتدى بالطور التمهيدي، ثم الطور الاستوائي، ثم الطور الانفصالي، وفي النهاية الطور النهائي. تلا ذلك انقسام السيتوبلازم، فانقسمت الخلية الحيوانية بطريقة تخصر السيتوبلازم، وأنتج لدينا خليتين جديدتين. وأما في الخلية النباتية بدأ ظهور الصفيحة الوسطى التي تحولت إلى جدار خلوي في التالي، وأنتجت خليتين جديدتين مطابقتين وراثيا ومطابقتين لعدد الكروموسومات للخلية الأم ب 46 كروموسوم. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.